ربما اعتلت كورونا تلالة مآسي وأزمات القطاع لتقضي عليه أو لتكن الشعرة الأخيرة التي تقضي على معطيات الحياة بغزة. ومع ذلك فالصورة كما تبدو إليكم مشاهدينا، المكابرة هي السياسة والحيلة التي يوظفها مواطنو القطاع كي يستمروا بالبحث عن سبل حياتهم. الآن نحن في السوق المركزي وسط قطاع غزة، سوق عمر المختار، ليطلعنا أحد التجار هنا على الحركة التجارية وكيف أثرت الجائحة على قبول المواطنين في ظل تفشي الفقر والبطالة في غزة. لنرحب بأبو طارق البطار صاحب أحد المحال التجارية. أبو طارق، يعني رغم المنع والحظر ورغم تفشي الجائحة وفقر الناس لنقل، إلا أن الناس تسير في الشوارع، هل هي سياسة مكابرة؟ هل الناس تسير للتفريغ عن النفس بدون أي هدف؟ اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، الحصار الأساسي حصار قطاع غزة من له 14-15 سنة أثر على الناس سلبية كثير. ثانيا، والمرض اللي إجا علينا بالقطاع أثر سلبيا أكثر. كيف؟ اليوم في ناس بيعيشوا عشات كل يوم بيومه، يعني بيشتغل أكل، ما اشتغلش ما أكلش. ثانيا، هدول تعون المحلات التجارية بيفتح محلاتهم، بضيعوا مثلا الموسم تبعهم الصيفي، بيجي الشتوي، هلا بدي يرميه للسنة الجاية الصيفي. ثانيا، له محل أجار متأجر ب 30,000 دولار. طب وين بده يجيب من لقمة العيش للعمال تبعونه، ولا هو يسد الأجار المحل، ولا هو ياكل ويشرب؟ طيب لو بدنا تعملنا مقارنة، وانت صاحب خبرة لك في هذا السوق سنوات طويلة، اعمل لنا مقارنة من خلال هالأربعين سنة هدول كيف تغير الحال، وتحديدا الآن بالمقارنة. يعني احنا شايفين حركة ولكن خجلة قد تكون مقارنة بالحركة في سوق عمر المختار، معروف بيكون في ازدحام واكتظاظ. نشوف كيف الحركة وكيف انعكس هذا عليكم كتجار. الحياة هذه كانت زمان كان يشتغلوا في إسرائيل، يعني عامل صغير كان يجيب مصاري ويشتغل ويجيب، بأثرش عليه. كان لو اشترب 200 شيكل بضاعة في دخل قوي. اليوم الدخل العامل عندنا 30 شيكل 20 شيكل للموظف، ايش بده يقضي له هو ومرته واولاده اجر محل اجر دار؟ خليها بصير عندك هذه نسبة ضئيلة جدا للشراء والبيع. ثانيا، في راس اموال برضه ضعفه اكله اكل هو جامدة، يعني ضربات انكسروا في مشترياتهم، بيجيبوا البضاعة خربت صار كساد. إذا الدائرة التجارية جميعها لنقل متأزمة بشكل عام. ليش؟ فيش عندنا مثلا اقتصاد قوي. كيف يعني؟ مثلا لا في بترول ولا في مثلا إشي نصدره برا، إن نجيب أموال اللي تقدر إيش نمشي. برأيك أنت كتاجر اليوم ليه بتفتح؟ أنت قاعد بتقول إنه ما فيش حركة شرائية. أنا اليوم عندي بضاعة، هي محاولة فقط لي أحاول إني أبيع وأشتري، أقدر أجيب لقمة العيش لأولادي أو أجار المحل، ولا بقول يطلع برا خلص السنة هات أجارها، بقول لك فيش، بقول لك يعلم يطلع حقه. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد أبو طارق، وأتمنى لك الفرج والخير الوفير. لربما تعقدت الأزمات في القطاع وجاءت جائحة كورونا لتقضي على عوامل الحياة وعلى عوامل الصمود. عوامل الصمود بدأت تضعف وتحتاج إلى شيء يشحنها كي يستقبل المواطن بغزة الغد بشيء من الأمل. ومع ذلك فصورة المكابرة لا زالت مستمرة في القطاع، فهذا هو ديدن غزة التي يعني انتصرت على حصار 14 عاما بالمكابرة وبالبحث عن الحياة. تحياتي للجميع.